بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من على موقع فرانس 24 كان واحد. عندنا في هذا المقال لي فو كونتينيو دون برازيل وكندا لور فيمي سو بروباج جيسكو نورفيج. لي فو كونتينيو دون برازيل وكندا لور فيمي سو بروباج جيسكو نورفيج. لي فو إذا نتكلم عن النيران، لو فو المقصود بها النار هي كلمة مذكرة لو فو. اذا لو فو كونتينيو، اذا نتكلم عن النيران كما نلاحظ في الصوره هنا، النيران كونتينيو انها تستمر دون برازي. طبعا لو فيرب اون برازي المقصود بها ميتر اون فو، انك تجعل في نار، المقصود انك تشعل. اذا هي تستمر في اشعال، اذا كونتينيو دون برازي وكندا كما نقول بانها تستمر في اشعال كندا. leur fumée se propage. إذا طبعا دخانها، إذا نتكلم عن دخان هاد النيران، leur fumée تنتكلم على بزاف ديال الدخان هنا. leur عندها واحد اسنا، ثم عندنا fumée تهي في الجمع، كما نقول هنا دخاخينها، كما نقول دخاخين هاد النيران se propage أنها تنتشر. طبعا هنا عندنا verb se propager، عندنا هنا لو فيرب سو بروباجي فعل انتشر جيسكو نورفيج الى حدود النرويج. كما تشوف هنا عندنا الولايات المتحده الامريكيه، ثم عندنا كندا، ثم عندنا المناطق الشرقيه لكندا هي التي تشتعل بالنار، ثم ان دخاخينها وصلت الى النرويج كما تلاحظوا، يعني من الدول الاسكندنافيه. اذا لي فو كونتينيو دون برازيل وكندا، إذا النيران أنها تستمر في إحراق أو إشعال كندا. لوغ فيمي سو بروباج جيسكو نورفيج، إذا دخاخينها إن صح التعبير أنها تنتشر إلى حدود النرويج. ثم عندنا لي فو كونتينيو دو فيغاج أو كندا فوندردي أتي البوان كو لي فيمي سو ديغاج جيسكو نورفيج. إذا لي فو كونتينيو دو فيغاج، طبعا لاغاج المقصود به السعار، كما نقول بأن هاد النيران كونتيني أن تستمر دو في غاج بفعل سعار. إذا طبعا كلمة غاج فيما يخص لا ميديسين، فيما يخص الطب، إذا نتكلم عن مالادي، إذا نتكلم عن مرض، نومي أوسي غيدغوفوبي، إذا يسمى أيضا غيدغوفوبي. إذا نتكلم عن السعار دون سون تافيكتي لي شيان، الذي تصاب به الكلاب بلو غارمون ليلو، ثم بشكل أقل الذئاب أيضا تصاب به ولكن بشكل أقل من الكلاب إليشا، ثم تصاب به القطط إكي بو سو كومونيكي إكي بو سو كومونيكي أو زوط خانيمو، والذي يمكن طبعا أن يصيب حيوانات أخرى أمام آلات خيمة، وممكن أنه يصل إلى إنسان كاركتيريزي بار لو بزوا دو موردغ. طبعا هذا المرض كاركتيريزي انه يتميز بار لو بزوا دو موردغ، بالحاجه للعض. طبعا نتكلم على لوفير موردغ في العضه، كاركتيريزي بار لو بزوا دو موردغ يتميز بالحاجه للعض، بار دي كونفيلسيون ايضا يتميز بتشنجات اي بار اون ساليفاسيون، ثم بتريق ان صح التعبير، ان الحيوانات ينبعث منها ريق، أنها تصاب برق ساليفاسيون. ساليفاسيون طبعا عندها علاقة بكلمة ساليف المقصود به اللعاب. إذا طبعا هاد الحيوانات أنها تصاب أيضا بكثرة خروج اللعاب. إذا هاد المرض أنه يتميز بهاد الأمور بروبخ أ إنوكيلي، إذا كما نقول بأنه خاص إنوكيلي كما نقول لقح أو طعم. إذا نتحدث عن هاد المرض بأنه يتميز بهاد التشنجات، ثم يتميز بكثرة اللعاب بروبخ ا انوكيلي لا مالادي. إذا عموما نتكلم على الغاج المقصود به السعار، السعار الذي يصيب الحيوانات والذي قد ينتقل منهم إلى حيوانات أخرى وإلى الإنسان طبعا. إذا لف كونتيني دو فيغاج، النيران أن تستمر في فعل كما نقول سعار أو فعل غضب. ممكن هاد الغاج أن تعني أيضا الغضب بحكم أنه يشبه السعار من حيث التشنجات، من حيث فقدان الصواب إلى غير ذلك. هذه النيران تستمر في
في إحداث هاد الغضب أو إحداث سعر أو كندا فندرون في كندا يوم الجمعة. أطيل بواك أطيل بواك إلى درجة أن أطيل بواك إلى درجة أن لفيمي سوديجاج جيسكو نورفيج إلى درجة أن الدخان طبعا هنا عندنا كما نقول دخاخين تتكلم عن مجموعة دخان سوديجاج أنها تنبعث جيسكو نورفيج إلى حدود النرويج. بلوس دين سونتان دو مليون دامريكا سون توشي باغ لا بوليسيون اتموسفيريك. إذن بلوس دين سونتان دو مليون دامريكا سون توشي باغ لا بوليسيون اتموسفيريك. بلوس دين سونتان دو مليون دامريكا إذن أكثر من 100 مليون أمريكي سون توشي باغ لا بوليسيون اتموسفيريك. إذن هم توشي كما نقول أنهم لوميسو المقصود بأنهم أصيبوا par la pollution atmosphérique بالتلوث الجوي tandis que les écoles publiques ont dû être fermées à New York في حين أن مدارس عمومية ont dû être إذن أنه يتوجب عليها أن تكون مغلقة à New York بمدينة نيويورك الموجودة قريبا من كندا كما عندنا هنا. Cette image diffusée avec l'autorisation du pilote d'hélicoptère qui va bientôt montre une vue. Et donc, طبعا هذه الصورة أن تم نشرها avec l'autorisation. يعني بالترخيص. بترخيص من؟ du pilote d'hélicoptère. أن تم نشرها بعد ترخيص سائق الهليكوبتر. بعد ترخيص ربان الهليكوبتر. montre. إذن هذه الصورة تظهر une vue aérienne. إذن تظهر رؤية جوية دي فو دو فوغي لنيران الغابة. إذن بين هذه المنطقة أونتخ شيبوغامو الانتر انديجين انديجين الأهلية إذن موجود بين هذه المنطقة ثم الانتر انديجين ثم الأراضي الأهلية دوميستيسيني لهذه المنطقة دون النور دو كيبك شمال كيبك شمال كيبك لو 5 جوان 2023 يعني أنه تم التقاط الصورة كذا التاريخ. إذن عندنا هنا أن إبيزود دو بوليسيون أتموسفيريك غار كي توش بلوس دون سونتان دو مليون دامريكان دي زيكول بيبليك فيرمي أ نيويورك إي أون فيمي كي سو ديجاج جيسكو نورفيج. إذن أن إبيزود إذا نتكلم عن مشهد أو منظر دو بوليسيون أتموسفيريك لتلوث جوي غار يعني أنه نادر نادرا ما يحدث مثل هذا المشهد كي توج بلوس دون سونتين دو مليون دامريكان الذي يمس بلوس دون سونتين دو مليون دامريكان أكثر من 100 مليون أمريكي دي زيكول بيبليك فيرمي أ نيويورك. إذا عندنا مدارس عمومية تم إغلاقها إذا مدارس عمومية مغلقة أ نيويورك بمدينة نيويورك أون فيمي كي سو ديجاج جيسكو نورفيج ثم نتحدث عن دخانين كي سو ديجاج الذي ينبعث أو ينتشر جيسكو النرويج إلى حدود دولة النرويج. لفو كونتيني فوندرودي 9 جوان إذن النيران تستمر طبعا هنا عندنا لوفاب كونتيني كونجيكي أو بخيزون هنا إيسي لوفاب كونتيني إذن عندنا فعل استمر لفو كونتيني إذن النيران تستمر فوندغودي 9 جوان يوم الجمعة 9 شهر 6 دو فيغاج أو كندا أن تستمر في إحداث الغضب أو إحداث سعار إن صح التعبير أو كندا بدولة كندا كي ترافيرس أون سيزون هيستوريك كي ترافيرس أون سيزون هيستوريك التي تعبر موسما هيستوريك تاريخيا. إذا نتكلم عن كندا التي تعبر أو تجتاز موسما هيستوريك عنده علاقة بالهستواغ عنده علاقة بالتاريخ تاريخيا. فول غوتاردي بور كوز دو فابل فيزيبيليتي ايفينمون اون اكستيريور انيلي ايكول ا ديستونس ليبيزود ا دي كونسيكونس كونكريت سور لا في دي زابيتون. فول غوتاردي اذا نتكلم عن طيران مؤخر تم تأخيره اذا الكثير من الرحلات تم تأخيرها. فول غوتاردي
نقول عن شيء بأنه غطاخ يعني أنه متأخر. في الغطاخ دي إذا نتكلم عن طيران متأخر. Pour cause de faible visibilité. Pour cause de faible visibilité. لسبب de faible visibilité. لضعف الرؤية. طبعا visibilité عندها علاقة بفعل voir. Événement en extérieur annulé. إذا نتكلم عن أحداث en extérieur خارجا بالخارج annulé أنه تم إلغاؤها. إذا الكثير من الأحداث كان من المفترض أن تحدث خارجا en extérieur هاد الأحداث هاد les événements en extérieur خارجا annulé أنها ألغيت. إيكو لا ديستونس إذا عندنا مدارس عن بعد أصبح هناك مدارس عن بعد كما لو أن هناك كوفيد 19. ليبيزود أدي كونسيكونس كونكريت إذا نتكلم عن مشهد أدي كونسيكونس كونكريت عنده نتائج كما نقول حقيقية على الأرض سور لا في دي زابيتون على حياة السكان. إذا طبعا نتكلم عن مشهد أنه يؤثر على حياة السكان بشكل حقيقي. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, إذا نتكلم عن ليبا، إذا حسب الوكالة الأمريكية de protection de l'environnement لوقاية الطبيعة أو البيئة التي تسمى ليبا، plus de 111 millions de personnes étaient concernées par des alertes à la qualité de l'air dans une vaste partie du nord-est des États-Unis. Cette région est peu habituée à ce type de fumée, contrairement à l'Ouest américain. Contrairement à l'Ouest américain. إذن حسب هذه الوكالة الأمريكية لحماية البيئة (LEPA) plus de 111 millions de personnes étaient concernées par des alertes à la qualité de l'air. إذن نتكلم عن أكثر من 111 مليون de personnes من الأشخاص étaient concernées. كما نقول بأنهم يهمهم الأمر، أنهم يهمهم الأمر، يهمهم الأمر من خلال ماذا؟ par des alertes à la qualité de l'air، à la qualité de l'air، أنهم يهمهم الأمر بإخبار أو بالإنذار إن صح التعبير à la qualité de l'air أو بالإخبارات المتعلقة بجودة الهواء. إذن على السلطات هنا أن تخبر السكان أكثر من 111 مليون من الأشخاص أن تخبرهم عن جودة الهواء. dans une vaste partie du nord-est des États-Unis. إذا نتكلم عن منطقة شاسعة، إذا عليها أن تخبر هؤلاء الأشخاص الموجودون في منطقة شاسعة. dans une vaste partie، إذا في جزء شاسع du nord-est des États-Unis. في الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. إذن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخبر هاد العدد الهائل من الأشخاص والمنتشرون في هاد المناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عليها أن تخبرهم كلهم بجودة الهواء هناك. cette région est peu habituée. إذن نتكلم عن هذه المنطقة est peu habituée أنها أقل تعودا أقل تكيفا إن صح التعبير à ce type de fumée. مع هذا النوع من الدخان. يعني الناس في هذه المناطق ممولفين هذا النوع من الدخان. contrairement à l'Ouest américain. على عكس الناس الموجودين في غرب أمريكا. هذوك الناس مولفين بالدخان. إذا des feux importants sont survenus particulièrement tôt cette année au Québec. إذا des feux importants. إذا نتكلم عن نيران مهمة. إذا الكثير من النيران، لا نتكلم عن النيران يعني أنها قليلة أو لا تشكل أهمية، بل نتكلم عن نيران مهمة سون سيرفوني أنها حصلت بارتيكوليغمون بالخصوص تو يعني باكرا تتعني أو كيبيك. إذا طبعا نتكلم عن نيران مهمة المقصود بأنها كثيرة سون سيرفوني أنها حصلت particulièrement tôt أنها حصلت بالخصوص بشكل مبكر ست أني هذه السنة أو كيبيك بكيبيك. إذا نتكلم عن كندا ولكن نتكلم بالخصوص عن كيبيك.
أنيغ فيمي يبوسي فيغ لو سود، ثم أن دخانها يبوسي، أنه تم دفعه. طبعا نتكلم على فيبوسي، هذا فعل دفع كما نقول، إذن إبوسي، ولكن هنا هذا الفعل مصرف مع إتر، إذن نتكلم عن هاد لا فيمي، نقول عنها بأنها إبوسي، إبوسي، أنها مدفوعة أو أنها دفعت. vers le sud en raison des conditions météo. إذن أنها دفعت إلى الجنوب ستذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ستذهب إلى شمال الولايات المتحدة الأمريكية. en raison des conditions météo. en raison des conditions météo. إذن بسبب الظروف المناخية. mais aussi vers l'est. وأيضا أنها دفعت vers l'est إلى الشرق. à des milliers de kilomètres. إذن طبعا أنها دفعت فوق الآلاف من الكيلومترات. فوق الآلاف من الكيلومترات. mais aussi vers l'est. ولكن أيضا إلى الشرق. à des milliers de kilomètres. للآلاف من الكيلومترات في النرويج. تم أن دفعت للآلاف من الكيلومترات في النرويج في النرويج. de très faible concentration de particules de fumée sont ainsi mesurées depuis lundi. de très faible concentration de particules. إذا نتكلم عن concentration مقصود بها تركز. ولكن هنا de très faible concentration إذا نتكلم عن تركز قليل جدا دو بارتيكول من المكونات، نتكلم عن دقائق إن صح التعبير، دقائق الدخان دو بارتيكول دو فيمي، إذا نتكلم عن دقائق الدخان، هذاك الدخان مش مكون، إذا نتكلم عن دقائق الدخان، ثم نتكلم عن دو تخي فابل كونسونتراسيون دو بارتيكول دو فيمي، إذا نتكلم عن تركز قليل جدا من مركبات أو دقائق الدخان sont ainsi mesurées أنها تم قياسها التي هكذا تم قياسها depuis lundi منذ يوم الاثنين. إذا طبعا هناك مراقبة لهذا الدخان ثم مكونات الدخان. en particulier à la station de Birkenes dans le sud du pays. إذا نتكلم عن الدقائق المكونة للدخان، بمعنى آخر نتكلم عن مكونات الدخان الرواسب أو الدقائق دو بارتيكول دو فيمي. إذا نتكلم عن دقائق الدخان سونت أنسي ميزوري أنه تم قياسها دوبوي لاندي منذ الإثنين. أون بارتيكولي على ستاسيون دو بيركينيس أنه تم قياسها انطلاقا من هذا اليوم من يوم الإثنين. أون بارتيكولي وبالخصوص أون بارتيكولي على ستاسيون دو بيركينيس يعني أنه تم قياسها في محطة بيركينيس دون لو سود دو بيي يعني جنوب البلد. أنونسي على AFP لو شيرشور نيكولاوس إيفانجيلو كما صرح لي هذه الوكالة. لو شيرشور نيكولاوس إيفانجيلو الباحث الذي يسمى بهذا الاسم دو لانستيتو نورفيجيان دو روشيرش كليماتيك إي أنفيرومونتال. إذا طبعا نتكلم عن هذا الباحث الذي صرح لي هذه الوكالة. إذا قام بهذه الأبحاث من خلال لانستيتو نورويجيان دو روشيرش كليماتيك للبحث المناخي إي أنفيرومونتال ثم البيئي، ثم البحث البيئي. إذن كما قلنا دو تخي فابل كونسونتخاسيون دو بارتيكول دو فيمي سونت أنسي ميزوري دوبوي لاندي أون بارتيكولي على ستاسيون دو بيركينيس دون لو سود دو بيي أ أنونسي على إف بي لو شيرشور نيكولاوس إيفانجيليو. إذن كما صرح لهاد الوكالة لو شيرشور نيكولاوس إيفانجيليو، إذن هذا الباحث دو لانستيتو نورفيجيان الذي هو من المعهد النرويجي دو روشيرش كليماتيك للبحث المناخي إي أنفيرومونتال للبحث المناخي والبيئي. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.